فينا من المغرب. مهندس أحمد كريم سلمان من العراق. كنت محتاجة فعلا مساعدة ومساعدة. أن أقدم جزيل الشكر للقناة. شكرا من كل قلبي لقناة منحمة كل الألوان. امتناني لمصداقيتها. كرمال هيك أنا بحب أشكر أصحاب القناة، بحب أقول لهم شكرا لكم ويعطيكم ألف عافية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أتمنى رب تكونوا بخير وبصحة جيدة. إن شاء الله بإذن الله النهاردة هكلمكم عن منحة دراسية ممتازة جدا. بس قبل ما أتكلم عن المنحة دي أحب أوضح لقناتنا قناة منح من كل الألوان، بتعرض فرص ومنح بشكل مستمر. بالإضافة كمان ده الويب سايت الخاص بينا، ياريت تتصفحوه هتلاقوا عليه أحدث المنح الدراسية. كمان ما تنسوش تعملوا اشتراك في القناة وتضغطوا على الجرس الصغير ده عشان كل الفرص والمنح توصلكم بسهولة. طيب خلينا نبدأ على بركة الله ونتكلم على منحة النهاردة. المنحة دي هي منحة جامعة اسكولتك في روسيا، تمام؟ ودي من أفضل المنح في روسيا لأنها منحة ممولة بالكامل، فيها كل شيء بتشمله، تمام؟ طيب المنحة دي زي ما احنا قلنا في دولة روسيا، الجامعة أو الجهة المانحة هي اسمها اسكولتك يونيفرسيتي. بالنسبة للدول المتاحة للتقديم في المنحة دي، جميع الدول المتاحة للتقديم سواء انت من دولة عربية أفريقية أسيوية بتقدر تقدم على المنحة دي بكل سهولة، مفيش أي مشكلة خالص. بالنسبة للمرحلة الدراسية الموجهة ليها المنحة دي، المنحة دي موجهة لدرجة الماجستير والدكتوراه فقط، يعني لو انت حابب تدرس ماجستير أو دكتوراه متاح، إنما درجة البكالوريوس غير متاحة. ولكن لو انت في آخر سنة من البكالوريوس أو الماجستير بتقدر أيضا تقدم على المنحة دي لحين الحصول على الشهادة النهائية. بالنسبة للتمويل، المنحة دي تشمل الرسوم الدراسية كاملة، بيتم اعطاك الرسوم الدراسية كاملة بالمجان، ما بتدفعش اي تكاليف. كمان بيكون في مرتب شهري كبير، الراتب الشهري ده اللي هو 550 دولار بما يعادل 40,000 روبل، تمام، روسي. كمان فيها التأمين الطبي في حالة لا قدر الله حدوث مرض او حادث، هتكون كل تكاليف العلاج على حساب المنحة. كمان المنحة دي ما فيهاش ابلكيشن فيه او رسوم للتقديم، تقدر تقدم عليها من غير اي رسوم للتقديم. نيجي بقى للتخصصات المتاحة للماجستير والدكتوراه. دي تخصصات الماجستير، عندك تخصصات كتيرة زي الداتا ساينس، انجينيرنج سيستم، انرجي سيستم عفوا، بتروليوم انجينيرنج، بايو تكنولوجي، ماتيريال ساينس، هتلاقي تخصصات كتيرة جدا، يعني تقدر تشوف التخصص المناسب ليك. برضو الدكتوراه عندنا ماثماتكس اند ميكانكس فيزيكس، هتلاقي تخصصات برضو عديدة. هنا عندنا ملاحظة ان المنحة دي لا تحتاج شهادة لغة بشكل الزامي. المنحة دي يعني مش محتاجة منك شهادة لغة انجليزية او روسية، تقدر تقدم عادي جدا بدون شهادة اثبات اللغة. كمان ليس بقى حد اقصى العمر، سنك كبير سنك صغير بتقدر تقدم في المنحة دي. كمان بيمكنك التقديم اذا انت في اخر سنة من المؤهل الحالي، زي ما احنا قلنا لو انت في اخر سنة بكالوريوس او ماجستير بتقدر عادي تقدم في المنحة دي، تمام. طيب بالنسبة للأوراق المطلوبة للتقديم في المنحة دي، عندنا أوراق بسيطة جدا مش معقدة. السيرة الذاتية مطلوبة منك، السي في بتاعك مطلوب، خطاب نية موتيفيشن ليتر تكتب فيه يعني نواياك للانضمام للجامعة دي ليه، ويعني ليه حابب تدرس هذا التخصص. كمان مطلوب 2 خطابات توصية بحد أقصى، تمام. آخر معاد للتقديم للمنحة دي هو 16 يوليو 2021 لدرجة الماجستير. الناس اللي هتقدم للماجستير ده آخر معاد للتقديم، وللدكتوراه 1 أغسطس 2021 لدرجة الدكتوراه، تمام. طيب كمان عندنا هنا ملاحظة، ما تنسوش ان قناتنا قناة منح من كل الألوان، بتوفر خدمات إضافية زي خدمة التقديم بشكل احترافي لأي فرصة ومنحة انت عايزها، خدمة تجهيز الأوراق، خدمة التقديم على الكورسات. ولو عايز اي خدمة من الخدمات دي هتلاقي رابط استمارات كل الخدمات موجودة في صندوق الوصف اسفل الفيديو واسفل هذه المقالة. طيب هتيجوا هنا على الاعلان الرسمي للمنحة عشان نشوف كل تفاصيل المنحة. زي ما انا قلت هتلاقوا كل تفاصيل المنحة هنا، تمام، من حيث بقى امتى مواعيد البدء للتقديم ومواعيد انتهاء التقديم، المنحة دي بتشمل ايه، تخصصات، كل حاجة بتلاقوا موجودة هنا على الموقع الرسمي، تمام. ده الموقع الرسمي للجامعة اسكولتك يونيفرسيتي، تمام، هتلاقي كل التفاصيل هنا، هتلاقي موعد بدء التقديم للماجستير الدكتوراه، هتلاقي التمويل اللي بتقدمه المنحة. لو عايز تعرف التخصصات بتخش على الماستر اوف ساينس او بي اتش دي بروجرامز، وهتلاقي طبعا التخصصات المتاحة للتقديم، تمام. ده الاعلان الرسمي. طيب خلينا دلوقتي نروح لكيفية التقديم. عشان تقدم في المنحة دي هتضغط على كلمة قدم الآن، تمام. لما هتضغط على كلمة قدم الآن دي هيفتح معاك أبليكيشن التقديم.
خليني بس اشرح لكم الجزئية. ان اول ما بيفتح معاك الابليكيشن بيطلع لك اول حاجة انك تعمل اكاونت الاول على موقع المنحة، تمام؟ بتحط بقى الايميل بتاعك، بتحط رقم التليفون بتاعك، بتحط بقى تفاصيل اسمك، اسم العائلة، كل التفاصيل بتحطها، تمام؟ بعدين بتضغط على كلمة ساين اب. بعد لما بتضغط على كلمة ساين اب بيفتح معاك الابليكيشن بالشكل ده. طبعا انا ما قدرتش اشرح لكم من البداية ازاي الساين اب، ولكن هو بسيط، هي نفس المعلومات دي اللي كانت مطلوبة في الساين اب، تمام؟ دي بتكون مسجلة اصلا من الساين اب، اللي هو الفيرست نيم ورقم التليفون والايميل، فهي هي. وهنا بتختار الدرجة العلمية اللي انت عايز تقدم عليها، ماجستير او دكتوراه، تختار مثلا جنسيتك ايه، تختار التخصص اللي انت عايز تقدم عليه، تمام؟ هنا بتحط صورة شخصية ليك، تمام؟ تحط اللاست نيم بتاعك، تحط الجندر بتاعك، تحط تاريخ ميلادك، الدولة اللي انت عايش فيها حاليا والمدينة اللي انت عايش فيها حاليا، وازاي سمعت عن الجامعة دي. بعدين بتخش على السكشن اللي بعده، اللي هو الايديوكيشنال باك جراوند، الخلفية التعليمية السابقة او يعني الحالية، الجامعة اللي انت بتدرس فيها او اتخرجت منها، طبعا التاريخ التخرج المتوقع او التاريخ اللي اتخرجت فيه لو انت اتخرجت بالفعل، تخصصك كان ايه، حصلت على يعني الشهاده بتاعتك امتى وتحصل امتى، الجي بي اي بتاعك او درجتك كام. وهنا بتحط الدبلومه اللي هو شهاده التخرج لو موجوده، وبتحط الترانسكريبت، تمام؟ ده كشف الدرجات الزامي، لكن الشهاده النهائيه لو لسه ما حصلتش عليها ممكن تحطها، يعني ممكن تسيبها فاضيه، لو انت حصلت عليها بتحطها بالفعل، تمام؟ بعد كده بنروح للبروفيشنال باك جراوند، اللي هي المعلومات بقى اللي هي الإضافية، تمام؟ زي السي في بتاعك، دي بقى حاجات تكميلية كده للأبليكيشن بس برضو إلزامية. تحط السي في بتاعك، تحط الموتيفيشن ليتر، كمان تحط مستواك في اللغة الإنجليزية، مستواك متوسط، كبير، صغير، يعني أقصد مستواك عالي، مستواك منخفض، ضعيف في اللغة، بتختار مستواك، مفيش مشكلة، مش مطلوب شهادة لغة إنجليزية، إثبات اللغة مش مطلوبة. هنا موتيفيشن ليتر، مطلوب موتيفيشن، ممكن تعملها بشكل اونلاين وممكن ترفقها بشكل ورقي، يعني لو عندك بشكل ورقي بتحطها على طول مباشره، عندك اتنين اهم بتحط فيهم، تمام؟ لو عندك بقى شهاده تويفل ايلتس بتكتب درجتك، لو مش عندك خلاص، تمام؟ لو عندك هنا برضو بترفق الشهادات، كل دي مكتوب على اف اني، يعني لو موجوده عندك، لو مش موجوده خلاص بتسيب الجزئيه دي فاضيه، تمام كده؟ طيب كده انت ملأت الابليكيشن بنجاح. بتيجي بقى بعد لما بتملأ كل التفاصيل دي وبعدين بتضغط على كلمه سبميت، ويبقى انت كده قدمت الابليكيشن بتاعك للمنحه بنجاح، وبتنتظر المراجعه وان هم يخبروك بقرار المنحه. طيب فكده احنا شرحنا كل تفاصيل المنحه، منحه ممتازه مش صعبه، يعني بتقبل اعداد كبيره، مموله بالكامل، فانصحكم تقدموها، تقدموا ليها. واخر معاهد للتقديم 16 يوليو للماجستير، 1 اغسطس للدكتوراه، وان شاء الله باذن الله يكون بالتوفيق والقبول للجميع. والسلام عليكم ورحمه الله.